ألف مبروك يا أستاذ دانا. ألف مبروك يا أساتذة جميعا. ألف مبروك. حضرتك في البدايه كده اتكلمنا عن ايه حكايه خلف الله، وخصوصا ان هو اول تعاون بينك وبين الفنان نور الشريف. طبعا اسم خلف الله طبعا المفروض ان نقول دلاله هنشوفها من خلال المسلسل، بيعكس شخصيه صياديه تعرضت لمأساه اسريه. هو كان بيتمتع بشيء من روحانيات انه يقدر يشوف حاجات في المستقبل، والحاجات اللي بيشوفها ديت بتحصل. فتخيل لما يكون واحد عنده القدره انه يشوف حاجه بتحصل، ويشوف بقى اولاده ومراته بيتحرقوا، وفعلا ما بيعرفش ما بيقدرش يمنع ده، فبيتعرض لمأساة. مأساة بتنعكس على شخصيته، بيخليه يدروش فترة ويزهد الناس، يزهد الدنيا كلها، ويبتدي بقى غصب عنه بيتزق في سكك مع ناس، بنكشف عن مطامع لبعض الشرائح في المجتمع، وعن علاقات إنسانية متشعبة متناقضة عميقة بنحاول نقدم فيها يعني رؤى لمختلف أنواع البشر يعني في مصر. يعني خلي حضرتك تحط موضوع المسلسل في إطار صعيدي، وخصوصا أن أستاذ نور قدم حاجة صعيدي قبل كده، إيه جديد بقى؟ طبعا هو أولا يعني كلمة أن هو مسلسل صعيدي ما هوش قوي صعيدي، هو صعيدي بحكم ان انت ما بتدوري على اللون الواضح، بتدور على الصعيدي يعني كدراما. يعني لما احب ادور كمؤلف للدراما، لما احب ادور على لون واضح صريح قوي اقدر استخدمه دراميا بشكل قوي جدا، بدور على الصعيدي. وهتلاقي انجح الاعمال الدراميه هي اللي كان فيها جانب الصعيدي ده، لان شخصيه صعيديه حاده واضحه الملامح، فده بينعكس دراميا بشكل كويس. طبعا الشغل مع استاذ نور الشريف طبعا يعني لا اول بص اصلا استاذ نور الشريف لا في حضره تام ابي استاذ نور الشريف هو اللي مكتشفني اصلا، خدني من المعهد قدمني في حضره المتام ابي، كانت وش السعد عليا بصراحه. ده تاني لقاء ما بيننا يعني الدور انا عايز اقول عليه ان هو هديه بصراحه من استاذ حسني صالح طبعا ومن الاستاذ نور الشريف. والله بصي انا بعشق السينما وبحب السينما جدا، انا كل الحاجات السينما اللي بتجيلي ما ببقاش حبيبها، فانا يعني مع اني انا يعني انا اخر فيلم عملته كان البيرومانسي، ده كان قبل شيخ العرب همام، ومن ساعتها بعد ما عملت شيخ العرب همام افلام العيد جات لي، وفي افلام بعد العيد جات لي، بس بحس يعني بحس ان هي هتقلل عن شيخ العرب همام. انا عايز انا لسه بقول يا هادي، ولسه يعني زي بقيت جيلي لسه طالعين ولسه عايزين نثبت نفسنا، فمش عايز انا عملت خطوه الحمد لله رب العالمين زي شيخ العرب همام، مش عايز اقل عنها بصراحه. احكي لنا ايه حكايتك مع خلف الله؟ ان شاء الله تبقى حكايه كويسه. والله بصي انا عرض عليا مسلسل من فتره قريبه، وانا قريت الورق يعني ورق مميز جدا وغريب وجديد على الدراما كلها، شفتش حاجه زيه قبل كده يعني ولا قريت حاجه زي دي. طبعا فرصه كبيره جدا بالنسبه لي ان انا اشتغل قدام نجم زي نجم نور الشريف، يعني حاجة مهمة جدا بالنسبة لي وتضاف لي في تاريخي الفني ان انا اقف قدامه. واول مرة اشتغل مع استاذ حسني صالح طبعا، واكيد انا متابعة اعماله قبل كده كلها، ومبسوطة قوي ان انا موجودة يعني قدام نجم زي نور الشريف ومع استاذ حسني. شخصية ايه جديد في شخصية؟ بصي انا بعمل دور بنت شعبية، و يعني هي من قاع المجتمع تقريبا، من الطبقة اللي هي الشقيانة يعني، وفي علاقة حب وزواج وكده مع نجم نور الشريف. مش عايز احكي بقى يعني. بلعب شخصية فريدة، فريدة أم صغيرة في السن، ابنها بيعاني من أزمة، الأزمة دي بتبتدي تتحل مجرد ما شخصية خلف الله بتدخل في حياتها، الاتنين بيأثروا في بعض وبيغيروا حياة بعض، وفي لحظة معينة بيسعدوا بعض. المسلسل عبارة عن رحلة روحانية لشخصية خلف الله، بتعدي في أكتر من مكان وأكتر من شخصية،
بتقفل في القصة بتاعتنا. طبعا على صعيد تاني انا سعيدة جدا ان انا بشتغل مع استاذ نور الشريف، يعني فرصة كبيرة جدا بالنسبة لي، وهو من الامثلة الكبيرة جدا في التمثيل بالنسبة لي. وحسني صالح مخرج من اكتر الناس اللي عارفين النوع ده والبيئة دي، واللي عارفين يشتغلوا عليها بشكل محترم ومميز، وواضح ان الانتاج قوي وداخل بحماس عشان احنا اصلا متأخرين ورمضان قرب. ويا رب يا رب يعني يكون معانا ويوفقنا ويطلع عمل ناجح ومميز ومهم، عشان انا حاسة ان حتى النص مختلف عن الحاجات اللي انا قريتها.